مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم من اسطنبول عاصمة الخلافة الإسلامية. وهذا البث المباشر نتناول فيه أسباب فشل يوم 25 يناير منذ يومين أو 3 أيام. السبب هو عناصر المخابرات داخل جماعة الإخوان المسلمين، السبب هو عناصر المخابرات داخل التيار الإسلامي. الذي حدث أنه كما نعلم المخابرات الأمريكية لها رجالها داخل الإخوان المسلمين وداخل التيار الإسلامي، المخابرات الحربية، المخابرات العامة، مباحث أمن الدولة، المخابرات الإقليمية، جماعة بحجم الإخوان المسلمين فيها 700,000 عضو أو 1,000,000 عضو. احنا في مدينة حلب، مدينة حلب فيها 35 جهاز مخابرات دولي كان شغال في مدينة حلب. دول مثل هولندا وسويسرا ومش عارف ايه كان لها عناصر مخابرات داخل مدينة حلب. مدينة حلب كلها 3 مليون، يعني عدد المقاتلين فيها مثلا كام يعني. ورغم ذلك دول العالم، مش هقول لك بريطانيا وفرنسا ودول الاقليم وكذا، لانما ده حتى 35 جهاز مخابرات. النهارده عناصر المخابرات داخل جماعة الاخوان المسلمين وعناصر، وطبعا انت كان نائب المرشد نفسه امن محمد حبيب كمال الهلباوي اللي ماسك التنظيم الدولي طلع في الاخر امن وما الى ذلك. ده هؤلاء ما ظهروا، طبعا هناك من لم يظهروا بعد. هؤلاء دورهم عندما نجد ان الثورة عسكر الصليب لم يهزمونا من ضعفنا ولا قلتنا ولا قلة امكانياتنا، احنا الشعب كله انت يعني في فض رابعة وقبل فض رابعة وبعد فض رابعة لمدة عامين، انت كان وراءك جماهير هادرة في الشوارع. من الذي افرغ هذه الطاقات وظل يدعو الشباب للخروج للتظاهر يوميا، وطاقتهم تفرغ في المظاهرات وفي كذا، في اعتقالات وكفالات وكذا. الاتراك ما خرجوش، ما تظهروش ليوم واحد، الاتراك ما تظهروش حتى يوم، تظهروا 4 ساعات خلصوا الانقلاب، لكن كان جهد موجه للسيطرة على المؤسسات وتحريرها من الانقلابيين. لكن انت عندك قال لك اطلع لف في الحواري، انضرب برصاص وتقتل، اعتقل وادفع كفالات، وامك تتبهدل وراك واخوك كذا، حتى تم تفريغ طاقة الشباب وإهدار طاقة الشباب. خلال فترة العامين من المظاهرات كانت عناصر المخابرات المندسة داخل الإخوان تقوم بالإبلاغ عن أماكن القيادات، أماكن الاجتماعات، ومن العناصر القوة من الناس من يتورع، من يفعل كذا، من يفعل كذا، حتى تم القبض على خيرة شباب الإخوان المسلمين، تم القبض على خيرة قيادات الإخوان المسلمين، وأصبحت أنت بقى تركوا لك المترضية والنطيحة، وتركوا لك يعني هقول لك قيادات إمكانياتها ضعيفة وضحلة، أدت إلى أن الجماعة يحدث فيها ما يحدث الآن، وإلى انفضاض الظهير الشعبي من وراء الإخوان المسلمين. إذن السؤال الذي يعني أنا أقول لكل المسلمين، مشكلتنا وأنا بجد أنه مشكلة أي تجربة إسلامية فشلت من داخلها بسبب عناصر مخابراتية. لما تنظر إلى أي دولة إسلامية سقطت تجد سقطت بعناصر من داخلها. ولذلك أقول لكم شاهدوا مسلسل أرطغرل، تعرفوا أن الجاسوس قوته تعادل 100,000 جندي، الجاسوس قوته تعادل 100,000 جندي. هذا ما حدث داخل الإخوان، ما حدث داخل الدولة العثمانية، ما حدث داخل البلاد الإسلامية كلها، وما حدث في حروب المسلمين. ستجد أننا القدس سقطت في أيدي الصليبين نتيجة الجواسيس والخونة، إسرائيل قامت وهزم الإخوان المسلمون في فلسطين 1948 سادس الجواسيس والخونة، الملك فاروق وعلي ماهر وما إلى ذلك. وستجد أيضا أنه جمال عبد الناصر سيطر على الحكم ووضع قيادات الإخوان بسبب جواسيس وخونة من داخل الإخوان وبسبب ناس جهلة، يعني ستجد أن الجاهل يفعل فعل الجاسوس. وبالتالي ما الذي جرى هو أنه تم تصعيد قيادات علمانية على رأس جماعة الإخوان المسلمين، قيادات أصبحت ترفض رفع شعار أنت مسلم لا تستسلم أو لن تركع أمة قائدها محمد. أصبحت هذه القيادات تطالب بالوطنية، يعني عقلية سايكس بيكو، ألا أنتم من أرامل سايكس بيكو وتصبحون قيادات للإخوان المسلمين؟ هذا هو الأسف الذي يحدث. فأنا أرجو من الجميع أن تكون الصورة قد وضحت. لا نقول هو يقول لك لا للتخوين، ليه؟ كل بلد فيها خونة وفيها جواسيس وفيها كذا، إنما المسألة أن أنت تتخذ الإجراءات التي تحول دون أن الجواسيس يصلون إلى المعلومات، تأخذ الإجراءات دون أن هم يخترقون صفك ويعرفون كل شيء، وفي الآخر يتم اعتقالك والقبض عليك وتصفيتك وقتلك وما إلى ذلك. فأرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.